الحكومة لازم تنتبه لأن الأرقام بقت فلكية، وهي بتتراوح ما بين 100 ل 250 ألف في السنة للطالب الواحد في أولى ابتدائي. فأنا بطالب من الوزارة ومعالي الوزير التدخل لتخفيض الرسوم الغير طبيعية، لأن الفجوة ما بين الطبقات في التعليم الخاص والحكومي في تزايد مستمر. إزاي في جيل متعلم بمئة ألف وأكتر في السنة الواحدة هيتعايش فكرياً وثقافياً في المستقبل مع جيل مش قادر يتعلم بعشر تلاف في السنة؟